في داهيه. بس شغلته هو. اهلا في 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 جمعه. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى. ده انا مش موجود. ده راحت المراكز. هو العيال هنا. علقها. ده انا شاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا ده. انا دكتور. دكتور جمعة. ومئة مرة قلت محدش يتصرف من غيري. واذا كان مش عاجبه سيساية هموش بتاعكو ده. انا 100 مؤسسة تتمناني. في ايه يا استاذ؟ ايه يا هموش؟ ايه يا سيد هموش؟ خلاص؟ مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضو يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا غيب زي ما انا عايز يا هموش. انا ما بغيب ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبة عيال. طب خلاص خلاص. انت استسلينا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه. دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد. بتكلم شخصية. استاذ النماذج تقف قدامي كويس. شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. هناك. تعال لي. لف لي لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال. كويس. ده تعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش. انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجه ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكره انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على ناس يا برنس. واقف في شموخ راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك. مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده. مادد ايدك كده وثق. هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه. يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. خلاص خالص. اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر. طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم؟ جايبك تغني؟
انا لو عاوز شحاتي يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته قصدي.